بتاعتنا اي واحد محجوز في مستشفى بيروح يديله 20 جنيه ويمشي. اللي محجوز في المستشفى بيديله 20 جنيه. نقابة ايه يا فندم؟ النقابة العامة بتاعتنا بتاعت شركة المية. 20 جنيه. بيسوقها للي مريض في المستشفى وانت عامل ايه يا حبيبي؟ ويحط له 20 جنيه تحت المخدة ويمشي. النقابة مالهاش أي دور مع العميل. وده الكلام ده حصل معايا أنا. النقابة مالهاش أي دور. الكلام ده حصل معايا. ما بتوقفش ولا بتعمل أي حاجة مع العميل. احنا ما عندناش نقابة، احنا عندنا شرطة متبرطية جوه. أستاذي. حضرتك الأول. محمد حردان رئيس النقابة المستقلة اللي عاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة. وسهلا. سبب الوقفه اولا احنا مطالبنا مش ماليه، يعني حته مكافاه الاداء اللي نزلت على 2012 بدل 2013 دي هي مش مطلب اساسي لينا ومش مطلب بالمره، لكن زياده الفساد في الشركه وتعمد خصم 37% واعتماد المكافاه على اساسي 2012 فجر العاملين بالكامل. حضرتك مدحت حظ، مدحت محمد حظ موظف بالشركه، مشرف فني موظف بالشركه. انا عايز اتكلم بقى مطالب خاصه ومطالب عامه. الخاصه الحاج محمد اتكلم فيها، العامه انت بتقوله مصر حلوه قوي. مصر ده عشان تبقى الشعب كويس ويعيش الناس ما تعملش اضرابات، ويا اللي بتقوله في الاعلام اضرابات ومش اضرابات، اولا اول كلمه ونهايه اخر الكلمه العدل. ما يجيش واحد يقبض 100,000 جنيه و 200,000 جنيه في اي شركه وفي اي مستشارين اللي هم تبع الشركات، ملايين وناس ثانيه، وناس ثانيه بتقبض ال1000 وال1000 ونص واللي كبيره 3000 جنيه. بقرار مفتوح قدامك والناس طالعه وناس زي ما انت شايف، عشان ما حدش يتهمنا بتعطيل العمل. تبص انت بنفسك البوابه ايه، الشغل شغال، الشغل شغال والناس طالعه ونازله. عشان بعد ما اخلص حضرتك اللي هيقول لك تعطيل العمل، الوقفه النهارده هتخلص حضرتك، يعني هتلاقي مننا 3 4 شؤون قانونيه بكره. الاول ايمن جميل معايا، ايمن جميل من عاملين بالشركه هنا عضو النقابه المستقله. بكره هتلاقي حضرتك 4 5، لان برده نفس الوقفه الارباح السنه اللي فاتت 4 اتحولوا شؤون قانونيه وخدنا كذا. المبلغ كان ناقص من العهده بتاعتي، انا راجل ماسك خزنه سليم، كان ناقص منها مبلغ 7000 جنيه. جيت قدمت الاوراق والايصالات اللي بتفيد كده، اتحولت شؤون قانونيه سليم، اتحكم في الاخر. المفروض اللي احنا اتنين ماسكين خزنه، انا راجل صراف وهي الرئيسه بتاعتي، جت الرئيسه بتاعتي انا مش عارف، يعني احنا اتنين الموضوع اتسجل ضد مجهول، يعني انا مبلغ انت صاحب البلاغ والطرف الثاني ما اعرفش بقى المجهول ده جالنا منين، يعني ما اعرفش، يعني الشؤون القانونيه حلو كده. وجت بعد كده حضرتك اتنقلت انا وتشلي مرتب شهري بحاله، وخدت حوافز 40% واتنقلت من المكان اللي انا فيه لشبكه ثانيه اتسرق فيها من قيمه 4 اشهر 84,000 جنيه بس كده.